حضرتك اتكلمتي دخلتي على المدير بتاعك وقعدتي معاه، اول حاجه وانت بتقعدي هتقعدي ازاي؟ لو انت ست تقعدي بالقعده اللي انت قاعداها دي بالظبط بالظبط، خلي الاستاذ شريف يجيب الكاميرا بالظبط، يعني حاطه رجل على رجل كده. ليه رجل على رجل؟ لان طبيعه الستات انها تحط رجل على رجل، لكن لو انا كراجل حطيت رجل على رجل قدام مديري يبقى اهانه. بالظبط، يبقى نوع من انواع الاهانه. والرجل على رجل دي ثلاث اشكال، في منهم شكل هضطر ان انا اعمله، فهخلي بقى الاستاذ شريف جهز نفسك معايا، انا هنططك مع الكاميرا. معلش اوكي انا بجهزه اهو. طبعا. لما تيجي تقعدي القعده اللي انت حضرتك قاعداها دي تبقي انت قاعده كده اهو. كده. ايوه. ولما تيجي تبصي له بصي له في عينيه. هتبصي له فين في عينيه؟ الوش متقسم عده مناطق، المنطقه اللي تهمني منها حاجه اسمها منطقه المنطقه الودوده. المنطقه الودوده دي ارسمي مثلث يبدا من عند العين من فوق من هنا كده لحد تحت الانف. دي المنطقه الودوده، دي اسمها المنطقه الودوده. انا هبص لحضرتك في المنطقه الودوده. بس لما اجي ابص لك مش هبص لك كده، هبص لك كده. شوف انا باصص فين، انا مش شايف عينيك، انت شايفاني، انا شايف باصص لك فين. انت تحسي ايه؟ مش متهيالي مناخيري حضرتك. بالظبط. انا باصص لك في حته كده اهون في الحته المنطقه الودوده بتاعتك. بس تحس ان البصه بتاعتي فيها ود مع ابتسام. مع قاعده لغه الجسد الطبيعي لما تيجي تتكلمي. طب انا يعني لو قاعده مثلا كده اهو، يعني هل كده اهو هبقى زي التلامذة يعني؟ لا، ما انا بقول لك حضرتك عشان انت ست. لو انت ست خليك قاعدتك. طب لو انت راجل يقعد قعدتي القعده كده مش زي التلامذة. بص انا قاعد ازاي. تختلف تماما عن ما اقعد كده. وما بقاش بص القعدة دي. بص على رجل القعدة دي. قعدة بالهاء. طبعا. وليها معنى تاني في لغة الجسد، ليها معنى قبيح مستهتر كمان، يعني بالهاء. بلس ان دايما الراجل لما بيجي يكشف ما بين رجليه كعلامة على القوة الذكرية، كأنه بيقول له انا بوري لك منطقتي الذكرية، معناها ان انا اقوى منك وارجى منك وارجل منك، فتح لك رجلي. عشان كده دايما تلاقي الست المحترمة دايما هو قاعدة تلاقي قاعدة دايما قافلة رجلها او قاعدة عاملة يعني كده. هو هي دي الاناقة والرشد يعني. هي ليها معنى. بس الاناقة والرشد جت منين؟ جت ان هي من الانطباعات والايحاءات التي يرسلها الطرف الاخر. تمام. او يرسلها جسم الطرف الاخر بدون ان يعي. فما اجيش عند مدير اقعد فاتح له قاعد اعمل له كده كده، اديت له ان انا راجل اهبل بطلب كلام عبيط وهبدا اتكلم كلام عبيط. لما اجي مش هيقيم الكلام اللي انا هقوله، يعني مش هياخده على محمل الجد ولا الاحترام حتى. هو هيبص للقعده دي كده لقعده غير محترمه، مش هيفهم يعني. هو دي كلها رسائل لغه الجسد، رسائل من العقل الباطن الى العقل الباطن. ما بتتحللش، اللي زيي بيحلله. لا، وده كمان ممكن ياثر في الطلب، ده رسمي. ده طبعا ده اكيد هياثر. ولما اجي ما اقولش ايه بكره الصبح ان شاء الله يا فندم انا عايز اخد اجازه عشان خاطر انا عندي بكره ظروف الفلانيه ارجوك. دي لغه حاده. يجي يتقدم ازاي؟ لغه حاده وفجائيه. بص يا فندم انا عارف ان انا هطلب طلب سخيف. وعارف ان طلبي سخيف. بس انا متاكد ان حضرتك رجل يعني هتقدر موقفي جدا. وهتفهمني. انا عارف ان حاجه العمل لا تسمح، لكن انا بكره فعلا محتاج اجازه، لان انا رايح بكره مشوار هام جدا، يمكن اقدر اقول ويمكن ما اقدرش اقول، لكن سريته بالنسبه لي تعتبر مهمه جدا، لان دي حاجه خاصه بيا قوي قوي، حاجه فيري بيرسونال. بس انا عارف ان حضرتك بكره هتساعدني، وانا في المقابل كده مستعد اعمل اي حاجه، مستعد اشتغل اضافي، مستعد اشتغل زي، بس اخد بكره اجازه. ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. انا متهيالي ممكن بالطريقه اللي حضرتك بتقول عليها ماشي، طريقه يعني فيها تانق كده وفيها هدوء وفيها رزانه ومرتبه جدا، بس مش كل الناس يعني هتعرف تعمل ده. بس يعني غالبا هيدي لك اجازه لحد نهايه الاسبوع يعني بتحصل كتير. يومين كمان مني جدعانه، انت فاهم الفكره. بتحصل كتير.